من المرتقب أن تشهد الساعات المقبلة تصعيدا جديدا من قبل المتظاهرين في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق، وذلك بعد يوم دام آخر واجهت فيه السلطة المتظاهرين بمزيد من عمليات القمع التي أدت إلى استشهاد وجرح أعداد أخرى منهم، فضلا عن توسع عمليات الاعتقال، بينما عاد مجددا كابوس الاختطاف الذي يتعرض له الناشطون والمتظاهرون. مستمرين بالاعتصامات وباقين هنا، واحنا الجسر ما نخليه بعد ينفتح، لازم نسده بكل الامور. وبالنسبه للتعامل الشغب ويانا، يرمي رصاص حي، البارحه انتم شفتوها يمكن، رصاص حي كتل 3 من يمنا، زين؟ شهداء. الاتحاديه خاصه الاتحاديه يقولون انتم اخوتنا واحنا ما نسوي لكم شيء، زين؟ ابو الاتحاديه يصعد على الهمر يرمي. يرمي على المتظاهرين قص، ليش؟ شنو السبب؟ شنو سوينا احنا؟ من حق اي متظاهر انه يتظاهر ويقطع الطرق بعواصم عالميه، بفرنسا، بامريكا، بعواصم اوروبيه. كان البارحه واليوم تعامل قوات الشغب مع المتظاهرين تعامل عنيف جدا، استخدموا الرصاص الحي واستخدموا القنابل المسيلة للدموع المحرمة دوليا. القمع الحكومي شمل أيضا اعتقال العديد من الناشطين والمتظاهرين، لكن كل هذه الإجراءات لم تثني المتظاهرين عن مواصلة حراكهم وتصعيده متحدين آلة القتل الحكومية. هالمرة أريد أوجه رسالة تحدي لمن؟ للطبقة السياسية هاي الموجودة وبرؤساها اللي هم نور المالكي والحزاب مالك وهادي العامري والحلبوسي والمدري منو. اكو احد منكم يحبهم؟ لا ماكو. هاي الشعب كله كرهكم، ما يريدكم رجال. عندي انا ماجستير هندسة مدنية، يعني اثقف منك يا نور المالكي واثقف منك يا هادي العامر اللي قاعد تحكمون العالم ودمرتوا العراق. خوش صاركم 16 سنة، اتحداك انت هادي العامري نور المالكي غيره وغيره وغيره، شكو واحد استلم منصب نائب وزير حكومة، اتحداك شغلة واحدة تطيني بالعراق شيء واحد زين. وبحسب النشطاء في التظاهرات فإن التصعيد المرتقب هو معاودة إغلاق الطرق المؤدية إلى حقول النفط والموانئ والدوائر الحكومية، مع اختيار ساحات جديدة في المدن المتظاهرة لإقامة اعتصامات جديدة، في رسالة واضحة تؤكد ألا عودة عن درب الثورة حتى تحقيق الأهداف. حاول قلك يوم وتخلص، حاول قلك يوم وتخلص، قل للشارع صاير بيت اللي قلك يوم وتخلص.